الفيديو ده هنتكلم عن شوية تستات كده للشولدر جوينت في الاسسمنت. انا ما باجي اكشف على الشولدر جوينت عموما ببص على حاجة من اربعة، اما يكون في ديسلوكيشن في الشولدر، او يكون في بايسيبيتال تندون باثولوجي، او ان يكون في روتيتور كاف امبنجمنت او روتيتور كاف تير، او ان يكون في حاجة اسمها ثراسيك اوتليت سندروم. طب لما نيجي بقى نكشف على الديسلوكيشن بتاع الشولدر، انا عندي كده كده نوعين من الديسلوكيشن، اما انتيريور ديسلوكيشن اما بوستيريور ديسلوكيشن. هو المور كومن الانتيريور ديسلوكيشن، بس هنقول الاثنين. في عندي تيست اسمه ابريهنشن تيست. ابريهنشن تيست ده في منه نوعين، انتيريور ابريهنشن تيست وبوستيريور ابريهنشن تيست. الانتيريور ابريهنشن تيست اللي بيحصل فيه ان انا بخلي البيشنت ينام سوباين زي الفيديو ده بالظبط، واخد الشولدر بتاعه في 90 درجه ابدكشن، والقلبه بتاعه في 90 درجه قلبه فليكشن، فيبقى بالمنظر ده. الفكره كلها انا بعمل ايه بقى؟ بزود عنده الاكسترنال روتيشن. انا كده بعمل اكني بخلع المفصل بالظبط، وبص على رياكشنه وانا بعمل كده، لقيته بدا يقشر او يقول لك يا دكتور لا انا حاسس ان الكتف هيتخلع، ده كده ساعتها اقول ان التست ده بوزيتيف. لما يحصل ان التست ده يكون بوزيتيف، ده كده معناه ايه؟ معناه ان البيشنت ده عنده انتيريور ديسلوكيشن في الشولدر. انما بقى في البوستيريور ابريهنشن تيست ايه اللي بيحصل؟ البيشنت برضه بيكون نايم سوباين، بس بيعمل 90 درجه شولدر فليكشن، ومعاهم البو فليكشن برضه 90، بس بيعمل معاهم كمان ايه؟ ميديال روتيشن. انا بقى بعمل له ايه وهو نايم سوباين كده؟ بدي مقاومه، بزق اللونج اكسس بتاع الهيومروس، اكني بعمل ايه؟ بوستيريور ديسلوكيشن للشولدر عنده، بزق كده لورا، وانا بعمل كده الاقي برضو نفس الاحساس بتاع الانتيريور ابرينشن تيست، يقول لك يا دكتور لا انا حاسس كتفي هيتخلع، او يحس بالم، او يحس ان وشه كشر كده. ساعتها اقول ان التيست ساعتها برضو ايه؟ بوزيتيف، وده اللي معناه ان هو عنده بوستيريور ديسلوكيشن للشولدر. تاني حاجه هكشف عنها اللي هي البايسبس تندون باثولوجي. بكشف عن البايسبس تندون باثولوجي بحاجتين، بتستين، واحد اسمه سبيدز تيست، واحد تاني اسمه يرجاسونز تيست. السبيدز تيست سهل جدا، البيشنت اما بيكون سيتنج اما بيكون ستاندنج. بعمل ايه؟ انا بقف جنبه ناحيه الشولدر اللي انا هعمل عليه اكزامينشن، بحط ايد على البايسيبيتال جروف وايد تانية على الفولر سيرفيس او اللي هو الانتيريور سيرفيس بتاع الفور ارم عنده، تمام؟ وبيبقى هو عامل ايه؟ اكستندد للقلبه، فارد دراعه خالص للاخر، وفارد الريست بتاعه، وعامل سوباينيشن للاخر. انا بعمل ايه؟ بدي ريزيستنس للشولدر الاكتيف شولدر فليكشن عنده. ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك يا دكتور لا انا حاسس بالم تحت ايديك اللي انت حاطط سند بيها على كتفي. كده ساعتها اقول ان التست ده بوزيتيف، ده كده معناه ان عنده بايسبس تندون تير او في بايسبس تندون باثولوجي. تاني تيست بكشف بيه على البايسبس تندون باثولوجي الا وهو اليرجاسون تيست. ايه اللي بيحصل في اليرجاسون تيست؟ البيشنت بيكون قاعد سيتنج، عامل البو فليكشن 90 درجه، الهيومرس عنده الارم يعني كله لازق على الثوركس عنده، ما بيتحركش بعيد عنه، وعامل فول برونيشن. حلو الكلام. انا باجي اقف جنبه واعمل ايه بقى؟ بدي له ريزيستنس، بس بحط ايدي بقى مش على الفولر سيرفيس من الفور ارم، لا على الدورسال سيرفيس، اكني بالظبط هدي ريزيستنس للريديوس، لان الريديوس اللي بتعمل بتلف وقت السوباينيشن، تمام؟ فانا عايز اديها مقاومه. واليد الثانيه محطوطه على البايسيبيتال جروف، يبقى ايد على البايسيبيتال جروف وايد على الدورسال سيرفيس من الفور ارم، واخليه يعمل ايه؟ اكتف سوباينيشن مع لاترال روتيشن في نفس اللحظه كده. حلو الكلام، زي في الفيديو بالظبط. واشوف، قال لي يا دكتور لا انا حسيت بالم تحت في تحت ايدك اللي عند كتفي، يبقى كده اقول ان التست ده ساعتها بوزيتيف، ده كده معناه ان عنده بايسيبيتال تندونايتس. تالت حاجة بقى بكشف عليها وانا بعمل شولدر اسسمنت، الا وهي الروتيتور كاف امبنجمنت او الروتيتور كاف تير. دي بكشف عنها بخمس تيستات. اول تيست منهم حاجة اسمها دروب ارم تيست، تاني تيست حاجة اسمها هاوكنز كينيدي تيست، تالت تيست اسمه انفراسباينيتس تيست، ورابع تيست سوبراسباينيتس تيست، وخامس تيست اللي هو ميرز تيست. تعالى نبدا باول حاجه اللي هو دروب ارم تيست. ايه اللي بيحصل في دروب ارم تيست؟ البيشنت بيكون ستاندنج، بيعمل
شولدر ابدكشن 90 درجه، انا بطلب منه حاجه واحده بس، بقول له يرجع دراعه وينزل دراعه بالراحه. قدر ينزله ساعتها التيست نيجاتيف، مفيش مشكله خالص. لكن جه راح دراعه ايه وقع منه مره واحده كده، ساعتها اقول التيست بوزيتيف. او يقول لك هو ينزله بالراحه عادي بس يحس بوجع جامد جدا في كتفه، ساعتها برضه اقول التيست بوزيتيف. معناه ايه لو هو بوزيتيف؟ معناه ان البيشنت ده عنده روتيتور كاف تير او روتيتور كاف امبنجمنت. تاني تيست بكشف بيه على الروتيتور كاف امبنجمنت الا وهو الهاوكنز كينيدي تيست. اللي بيحصل فيه البيشنت بيكون سيتنج او ستاندنج عادي، بس انا اللي بحرك له كتفه، باخد كتفه في 90 درجه شولدر فليكشن وميديا روتيشن، بيكون عامل كده. انا بحرك له دراعه، ما بحركش اكتف خالص، يعني كده بخليه يريح دراعه على دراعه بالمنظر ده زي ما انت شايف في الفيديو. انا بعمل ايه بقى؟ بقوم مزود له الميديا روتيشن اكتر. يقوم هو يحس بالم في كتفه، فهو حس بالم ده معناه ان التيست بوزيتيف. ساعتها معناه ايه؟ معناه ان في شولدر امبنجمنت ضاغط اكتر حاجه على السوبرا سباينيتس تندون. تالت تيست بكشف بيه على روتيتور كاف امبنجمنت اللي هو انفرا سباينيتس تيست. اللي بيحصل فيه البيشنت بيكون قاعد او واقف عادي برضو، بيعمل 90 درجه البو فليكشن ومعاها 45 درجه ميديا روتيشن زي في الفيديو بالظبط. انا بقى باجي اعمل ايه؟ بديله ريزيستنس ميديالي، بقول له زق ايديا لبره يفتح هو في لاتر روتيشن، يزقني في لاتر روتيشن وانا بدي ميديا. حس بالم ساعتها اقول التيست بوزيتيف، ده معناه ان في انفراس يعني في شولدر امبنجمنت بس ضاغط اكتر حاجه على الانفراس باينيتس تندون. رابع تيست بكشف بيه على الروتيتور كاف باثولوجي او الامبنجمنت اللي هو سوبرا سباينيتس تيست، او بيسموه ساعات امتي كان تيست. اللي بيحصل فيه البيشنت بيكون ستاندنج، بخليه يعمل شولدر ابدكشن 90 درجه وبعد كده يضم على 30 درجه هوريزونتال ابدكشن. في الفيديو هنا مختصرها ان هو بيقول لك بيعمل سكابشن. سكابشن هي هي اللي هو 90 درجه شولدر ابدكشن معاها 30 درجه هوريزونتال ابدكشن. حلو الكلام. بعد كده بقول له يعمل فول برونيشن، يخلي الصنب مواجه للارض، يبص كده اكنه ماسك كنزايه وبيفضل تحت كده، عشان كده سموه امتي كان تيست. بعد كده بقى اجي اعمل ايه؟ بديله ريزيستنس لتحت واقول له قومني. ايه اللي بيحصل؟ لو حس بالم معناها ان في عنده روتيتور كاف مانجمنت، او معناها ان في عنده تير، بس اكتر حاجه بتكون مصابه عنده اللي هو السوبرا سباينيتس ماسل. تمام، وده انديكيشن برضو لو في اصابه للسوبرا سكابلر نيرف، لان هو اللي كان بيغذي السوبرا سباينيتس ماسل. خامس تيست بكشف بيه على روتيتور كاف مانجمنت اللي هو نيرز تيست. اللي بيحصل فيه البيشنت بيكون ستاندنج عادي، بحط انا ايد على الاسكابيلا من ظهرها كده، من بوستيرير اسبكت من الاسكابيلا، بثبت الاسكابيلا، واليد الثانيه ماسكه الالبو، عامل ستابلايزيشن جامد جدا للالبو، واخد الارم بتاعه كله في فليكشن للاخر كده، للاخر خالص زي ما انت شايف في الفيديو. ايه اللي بيحصل؟ لو حس برده بنفس الاحساس اللي كان بيحسه في الابريهنشن تيست، اللي هو يحس ان كتفه وجعه وكتفه هيتخلع وكده، ساعتها التيست يكون بوزيتيف، وده معناه برده ان في امبنجمنت ضغط اكتر حاجه برضو على السوبرا سباينيتس ماسل. رابع حاجه بكشف عليها في الشولدر اللي هي ثراسك اوتليت سندروم. طب يا دكتور هي ايه ثراسك اوتليت سندروم دي اصلا؟ الثراسك اوتليت سندروم باختصار شديد هي عباره عن ايه؟ في حته عند البيز بتاع البوستيريور تريانجل اوف نيك، الحته دي بيسموها ثراسك اوتليت، او بيسموها سوبيريور ثراسك ابريتشر. اوكي، الحته دي معدي منها شرايين واورده واعصاب، ودول كلهم رايحين يغذوا الابر ليمب كله. اي حاجه بتعمل كومبريشن على الحاجات دي بتعمل اللي هي حاجه اسمها ايه؟ اعراض ثراسيك اوتليت سندروم. هي يعني متلازمه كده على بعضها، ان البيشنت بيجي لك عنده اطراف صوابعه مبيضه، في عنده تنميل ما بيروحش، في عنده خزل. تمام، هي دي الفكره من ثراسيك اوتليت سندروم. طب اكشف عليها ازاي دي يا دكتور؟ بكشف عليها بثلاث تيستات. اول حاجه اسمها ادسونز تيست او ادسونز مانوفر، تاني تيست اسمه الينز تيست، تالت تيست اسمه روز تيست. طيب في الادسونز تيست او الادسون مانوفر ايه اللي بيحصل؟ البيشنت بيكون ستاندنج عادي، باجي اقف جنبه
واجيب الراديال بالس بتاعه، احس الراديال بالس، بعد كده بطلب منه يبص ناحية الكتف اللي انا بكشف عليه، بعد كده بقول له ان هو يعمل اكستنشن للهيد او النيك عنده، يفرد رقبته لورا، وفي نفس اللحظه انا باخده في اكسترنال روتيشن واكستنشن للشولدر. كده انا بعمل ايه بالظبط؟ اكني بضغط اكتر على الثراسك اوتليت دي، فلو في حاجه ضغطه بتضغط اكتر، فبالتالي لو التيست بوزيتيف بحس بايه؟ اما اني بحس ان الراديال بالس اللي انا حاسه ضعف او ان هو اختفى، ساعتها يكون التيست بوزيتيف، واذا لو هو بوزيتيف يبقى البيشنت ده عنده ثراسك اوتليت سندروم. تاني تيست بكشف بيه على ثراسك اوتليت سندروم اللي هو الينز تيست. اللي بيحصل فيه البيشنت بيكون ستاندنج او سيتنج عادي، بطلب منه ان هو يعمل شولدر ابدكشن 90 درجه مع لاترال روتيشن مع البو فليكشن 90 برضه، بعد كده بجيب الراديال بالس بتاعه، بطلب منه بعدها انه يلف يبص الناحيه الثانيه، يبص ناحيه الشولدر الثاني، بلاقي ايه؟ بلاقي ان الراديال بالس برضو اما قل او ان هو اختفى. لو قل او اختفى ده كده بوزيتيف تيست، ده كده البيشنت ده عنده ثراسك اوتليت سندروم. تالت تيست واخر تيست بكشف بيه على ثراسك اوتليت سندروم الا وهو الروز تيست. ايه اللي بيحصل فيه؟ البيشنت بيكون يا اما سيتنج يا اما ستاندنج، بقول له يعمل شولدر ابدكشن 90 درجه، بعد كده يعمل لاترال روتيشن للاخر، بعد كده يعمل البو فليكشن، بعد كده بطلب منه ان هو يقفل ويفتح ايديه لمده 3 دقائق. لو في اقل من 3 دقائق دول هو حس بتعب، لقيت ان انا ايديه بدات تبيض، حس بالم، حس انه مش قادر يكمل، ساعتها التيست بيكون بوزيتيف، وده كده معناه ان هو عنده ثراسك اوتليت سندروم. كده انا خلصت. لو حد عنده سؤال يسيبه تحت في تعليقات وهرد عليه في اسرع وقت، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم فيه عن التستات بتاعه الالبو جوينت. وما تنسوش بقى ايه لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل فيديو جديد من قناه فيزيومنز.